وللمزيد من التفاصيل والتحليل والمتابعة ينضم إلينا الأستاذ محمد منصور الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ محمد بعد التحية، يعني أود أن أبدأ يعني لقائي معك بسؤال حول ميدانيا ما حدث بالأمس من جريمة نكراء شنيعة ومن استهداف مستشفى المعمداني واستشهاد ما يقرب من 600 شهيد مدني من الأطفال والنساء والمرضى والمصاب، وهناك مصابين أيضا في هذا العدوان الغاشم. برأيك هل هذا الحادث الإجرامي الذي ندد العالم كله به، هل من الممكن أن يكون أو يمثل نقطة تحول في يعني الصراع الدائر الآن في قطاع غزة، ويحول من دعم الدول التي كانت داعمة للموقف الإسرائيلي أن تتحول في موقفها؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة أعتقد أن حصر الموضوع أو جعل الموضوع في أن هناك جريمة حدثت وبالتالي سوف يكون هناك تحول من جانب الدول الداعمة، أعتقد أنه يعني تحليل ربما لا يكون مطابق للواقع. عمليا إسرائيل من يوم 8 أكتوبر حتى الآن، أو حتى من يوم 7 أكتوبر حتى الآن، هي تقوم أو تنفذ على الأرض سلسلة من الإجراءات، سواء عمليات قصف نتج عنها مئات الشهداء، أو عملية حصار كامل لقطاع غزة وقطع جميع سبل العيش عنه، أو حتى إجراءات أخرى تتعلق بدفع الفلسطينيين لترك مناطق تواجدهم خاصة في المناطق الشمالية أو في المحافظة الشمالية في غزة. وبالتالي هذا يعني هذا الوضع في المجمل يعني يقول لنا أو يؤشر لنا على أن إسرائيل في الأساس تقوم بمجازر أو بجرائم منذ بداية العمليات العسكرية، أو حتى منذ بداية إذا إنجاز التعبير تواجدها في أراضي فلسطين المحتلة في الأساس. وبالتالي المواقف الأوروبية لم تتغير على مدار التاريخ بشكل عام من إسرائيل برغم كافة هذه المجازر وكافة هذه الجرائم. وعليه أن الموقف الأوروبي يعني في من بداية الأزمة، أو الموقف الغربي بشكل عام من بداية الأزمة الحالية حتى الآن، كان بشكل عام يعطي لإسرائيل مبررات أو على الأقل فسحة من الوقت كي تقوم بين قوسين بانتقامها من أهالي غزة. يعني من أجل ذلك لا أعتقد أن مجزرة أمس سوف تغير كثيرا، يعني بالتأكيد سوف يكون هناك تغيير. أستاذ محمد، على مستوى يعني أورسولا فوندر لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في 2022 صرحت تعليقا على روسيا وقطع الماء والكهرباء في حربها في أوكرانيا، قالت إن هذه جريمة ترقى إلى مستوى الحرب. وعندما حدث الأمر نفسه مع إسرائيل في قطاع غزة لها تصريح آخر في 2023 يتعلق بأنه لها الحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بكافة الصور حتى لو كان قطع المياه والكهرباء. هذه يعني الطريقة في الحكم على الأمور والمعايير المزدوجة في الحكم على نفس القضايا، ألا يخجل المجتمع الدولي وهؤلاء المسؤولون من تصريحاتهم المتناقضة؟ يعني أعتقد أن الموضوع يعني حتى يتعدى التصريحات، يعني يا ريت كان الموضوع يقتصر على تصريحات داعمة فقط أو يعني تسويها الأهداف السياسية أو المبررات السياسية، ولكن نتحدث عن إجراءات على الأرض، لأنك منذ البداية أعطيت إسرائيل الإيحاء بأنك لك الحق في الدفاع عن نفسك، وبالتالي من حقك أن تقومي بكل ما يمكن فعله تجاه المدنيين في غزة، لأن بعض المدنيين سقطوا في صفوفك في يوم أو في بداية يوم 7 أكتوبر. وبالتالي هذه المعادلة التي تم إحداثها منذ البداية هي التي أعطت إسرائيل الفرصة والمبرر على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي من أجل أن تقوم بما فعلت به أمس من يعني مجازر ومجزرة شنيعة جدا قامت بها إسرائيل دون حتى أن نرى من الداخل الإسرائيلي أو حتى من المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل محاولة حتى لتدارك الأمر أو الإيحاء بأن هناك خطأ ما قد حدث. وقفزت جميع التحليلات الإسرائيلية منذ البداية للقول أن هذا صاروخ سقطه احدى فصائل الفصائل الفلسطينيه وسقط بعد ان اصيب بخلل على المستشفى. وبالطبع هذا يجافي حتى المنطق والتحليل العسكري، لان حجم الانفجار الذي حدث في هذا المبنى لا يحدث الا بقنبله كبيره الحجم وبها يعني كميه كبيره من المتفجرات،
قامت بإنزال المبنى وتجهيره بهذا الشكل والذي أنتج هذا العدد القياسي من الضحايا. لكن على أي حال أستطيع أن أقول أن يعني مقبرة أمس رغم كل شيء كان لها تأثير ما، لأن رأينا على الإنترنت أمس يعني نسبة كبيرة من الإعلاميين الغربيين والصحفيين وحتى المحللين والمتابعين بدأت تتحدث جديا عن أن ما هو أفق ما يحدث الآن، يعني ما هو الهدف الإسرائيلي المستقبلي؟ هل تريد إسرائيل احتلال القطاع مرة أخرى؟ هل تريد تهجير أهل القطاع؟ وفي الواقع من موضوع التهجير هذا يعني بدأ الحديث فيه يزداد أكثر فأكثر خلال الأيام الأخيرة وحتى بعد حادث أمس. يعني هذا جانب أعتقد مهم من جوانب ما يحدث الآن، لأن بدأ بعض التحليلات تشير إلى أن إسرائيل بالفعل كل ما تفعله منذ يوم 8 أكتوبر حتى الآن يؤشر في أنها تريد إنهاء بين قوسين حالة غزة، حالة القطاع بشكل عام، تريد أن تنهي تماما أي تهديدات أمنية من جانب القطاع على المناطق اللي في جنوب فلسطين المحتلة، وتريد حتى لو كان يعني هذا أن تقوم ب يعني دفع عدد كبير من سكان القطاع إلى خارج القطاع. نعم. ولهذا نرى اليوم حتى أن منذ صباح اليوم الدعوات التي يتم توجيهها إلى سكان القطاع شمال القطاع بالمغادرة أصبحت دعوات أكثر علنية، لم تقتصر على منشورات، بل أصبحت هناك مكبرات صوت تناديهم بمغادرة هذه المناطق. تم أمس إخبار عدة مستشفيات خاصة مستشفيات في شمال القطاع بإخلاء يعني بإخلاء نقول الأطباء بإخلاء مرضى منها ومغادرتها، وطبعا أطباء فلسطينيين، ونوجه لهم يعني في الواقع تحية كبيرة جدا، لأن ما يقوم به الآن على المستوى الميداني هو أمر يفوق الإعجاز. يعملون في ظروف صعبة لا تتوفر لديهم تجهيزات، وفي نفس الوقت يقومون ويستمرون في أداء الخدمة لأهل غزة. ومصر تضع جميع إمكانياتها الآن في مدينة العريش انتظارا للحظة المناسبة لفتح أو لإمكانية دخول هذه المساعدات بأمان إليهم لمساعدتهم. أستاذ محمد، نتابع المشهد منذ صباح اليوم، وهناك زيارة لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن إلى إسرائيل، زيارة تضامن لإسرائيل. يعني برأيك ما هي الإشارات التي يمكن أن ترسلها هذه الزيارة إلى الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؟ يعني أعتقد أن الإشارات بدأت منذ الأمس. يعني إسرائيل إذا كانت هناك نية غربية ونية إسرائيلية لإعطاء أي تحرك سلمي أو أي تحرك سياسي في هذه الأزمة فسحة من حرية الحركة أو حرية المناورة، لم تكن حادثة أمس قد حدثت. وبالتالي هذا كان دافع أساسي لدى القيادة المصرية والقيادة الأردنية والسلطة الفلسطينية للقيام بالمبادرة التي قاموا بها أمس بعدم السفر إلى عمان، ويعني إلغاء الاجتماع الرباعي الذي كان من المقرر أن يوقف اليوم. وبالتالي هذا الموقف كان استشعارا من الجانب العربي بأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تغير موقفها بشكل جذري، وأنها تعطي للعمليات العسكرية الإسرائيلية أولوية. ورأينا يعني قائد القيادة الوسطى الأمريكية ومن قبله وزير الدفاع وصلوا إلى إسرائيل، وجميع ما تم ذكره خلال هاتين الزيارتين يدلل على أن الولايات المتحدة الأمريكية عمليا طلع على الخطط الإسرائيلية، ولا يعني وهناك توافق على الشق الميداني من العمليات. رأينا تصريحات أمريكية تتحدث عن ضرورة يعني إنهاء القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية، وبالتالي هناك حتى الآن ضوء أخضر أمريكي لمضي إسرائيل قدما في الخطة الميدانية التي تسير فيها. يعني طب أستاذ محمد، هل ممكن أن نقول إنه إسرائيل يعني تعمدت يعني قصف المستشفى الميداني وهي تعلم جيدا بهذه الزيارة وهذه القمة المرتقبة اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس والملك عبد الله وجو بايدن، وتعمدت هذا القصف في هذا التوقيت؟ اعتقد ان هذا بالفعل يعني ان لم يكن تعمد المستشفى بحد ذاتها، ولكن امس بشكل عام كانت جوله من القصف، يعني حتى من فجر اول امس، يعني بدا الموضوع من فجر اول امس قصف مركز وشديد جدا، استهدف منذ فجر اول امس الطرق الاساسيه في غزه، استهدف عده مستشفيات. يعني لم المستشفى المعمداني لم يكن هو الوحيد الذي قصف امس، معظم مستشفيات القطاع اصبحت متضرره الان، عدد كبير من الضحايا في عدة مناطق
خاصة في بيت لاهيا وشمال القطاع، وبالتالي كان هناك إصرار إسرائيل على أن توصل رسالة بأن أوان إنهاء العمليات العسكرية لم يخف بعد، وأننا لم نحقق أهدافنا الميدانية ولم نحقق ثأرنا بين قوسين، وبالتالي يعني هامش حرية الحركة لأي مبادرة سياسية سوف يكون ضئيل في مثل هذه الظروف. ولكن الجانب العربي يضغط، يعني يضغط بكل ما أوتاه من قوة، يعني مبادرة أمس التي سبق وذكرتها تعتبر من يعني أدوات الضغط، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف جيدا أن الجانب العربي يعني غير قادر على تحمل هذه الظروف الحالية، غير قادر على القبول بها، وأن مصر على الجانب المصري تقوم بحشد المساعدات وتستهدف يعني في على وشك أن تدخلها، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أن ترك الأمور في قطاع غزة للتطهر على المستوى الإنساني بهذا الحد يمثل يعني مخاطر تصاعدية في المنطقة أكبر بكثير مما هو الحال عليه الآن. وبالتالي الولايات المتحدة أو المناورة العربية الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية هي استغلال ما حدث أمس من أجل الضغط بشكل كبير جدا على إسرائيل للسماح أولا بدخول المساعدات إلى قطاع غزة أولا، وثانيا إلى إيجاد نقطة يمكن من خلالها إيقاف النار حاليا، لأن إسرائيل الآن تنقل الأمور إلى مستوى تصعيدي كبير جدا حتى قد يهدد المنطقة كلها ويجعل الأمور أو الوضع العسكري الآن في غزة يتوسع إلى نطاق إقليمي أكبر، وهو ما تريد أمريكا تجنبه، وهذه النقطة أعتقد أنها سوف تكون حاسمة في إجبار إسرائيل على التوقف عند مرحلة معينة. ربما هذا أيضا ما أشار إليه اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن الوضع ينذر بالخروج عن السيطرة، فيعني هذا يعني إشارة واضحة للجميع أنه لا تستطيع الدول يعني الدول المحيطة بأنها تسيطر على الوضع. دعني أسألك أيضا على فكرة موقف مصر الواضح ورفضها في مسألة تهجير الفلسطينيين. اليوم الرئيس أيضا أعلن صراحة وبوضوح رفض مصر القاطع تهجير الفلسطينيين إلى مصر، ولكنه أشار أيضا في الوقت ذاته إذا كانت إسرائيل تتحدث عن تهجير فلتكن إلى صحراء النقب لحين القضاء على الجماعات المسلحة والعودة مرة أخرى. كيف ترى هذا الطرح؟ يعني إسرائيل أصلا عندما انسحبت من قطاع غزة في فترة شارون كان الهدف الأساسي هو أن تخلي أو تتخلى عن مسؤوليتها كقوة احتلال في يعني حيال قطاع غزة وأهله، وبالتالي المشكلة هنا أن إسرائيل لن تقوم ب يعني تريد إبعادهم تماما عن الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل أن تكمل تخليها عن مسؤوليتها كقوة احتلال، وفي نفس الوقت تحتل أراضي فلسطينية أخرى وتنهي تماما حل الدولتين، وهذا ما حذرت منه مصر خلال فترات سابقة وتحذر منه الآن، بمعنى أن موضوع اللاجئين وموضوع جعل أو زيادة حجم اللجوء الفلسطيني في الخارج هو ليس الهدف منه هو تطهير قطاع غزة مثلا من الفصائل الفلسطينية ومن ثم إعادتهم مرة أخرى كما تقول بعض الأصوات الإسرائيلية، بل الموضوع هو تصفية للقضية الفلسطينية بشكل كامل، لأن التخلي عن أراضي فلسطينية إضافية وتحويل مزيد من الفلسطينيين إلى لاجئين خارج فلسطين هو بالضرورة لا يساهم بأي شكل من الأشكال في الوصول إلى حل الدولتين، لأن حل الدولتين يقتضي أن الضفة الغربية وقطاع غزة إليهما يشكلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي عدم وجود قطاع غزة في هذه المعادلة هو بالضرورة إنهاء لحل الدولتين، وهو المرتكز الأساسي للمبادرة العربية للسلام. الموقف المصري هنا يعني له بعد عربي، بمعنى أن المملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الفلسطينية ودول عربية أخرى تقف نفس الموقف حيال موضوع تهجير الفلسطينيين، وبالتالي هذا التكتل العربي الذي تشكل ضد هذه الفكرة أعتقد أنه كان عامل حاسم في منع إسرائيل من تنفيذ مخططها، لأن الخطة كانت حتى تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي كثيرا أنه ببساطة شديدة سنضرب قطاع غزة حتى يتحول إلى أرض محروقة غير قابلة للعيش، ومن ثم يقوم الفلسطينيون في غزة بمغادرة القطاع اتجاه مصر كأمر اضطراري، لأنهم يعني يختارون أو يخيرون ما بين البقاء والموت تحت القصف أو أن يرحلوا، وبالتالي هذه كغريزة إنسانية مع علم الشديد بأن أهل غزة متمسكون بأرضهم
لكن في مثل هذه الظروف قد يحدث ذلك، وبالتالي كانت الرساله المصريه هي رساله دعم للفلسطينيين وجعلتهم اكثر تصميما على الصمود في اراضيهم وفي جميع مناطق غزه، خاصه في المنطقه الشماليه رغم شده القصف التي يعني لاحظناها خلال اليومين الماضيين. هذه هذا الموقف من جانب مصر ومن جانب الاردن اعتقد انه كان من مواقف الدعم الاساسيه التي اعتقد انها دعم حقيقي يعني من الممكن تلمسه من جانب الفلسطيني، وليس دعما يعتمد على كلمات بروتوكوليه او يعني تصريحات سياسيه لا تسمن او تغني من جوع. خاصه ان الفلسطيني يرى على حدود رفح الفلسطينيه يرى ارتال الدعم المصريه المنتظره، وبالتالي يعلم جيدا ان مصر على المستوى السياسي على المستوى الشعبي على المستوى الميداني في على الحدود لم تترك قطاع غزه ولم يعني تضع نفسها في هذه الازمه موقفا متفرج، بل مصر يعني عنصر فاعل في هذه الازمه بشكل كبير جدا وتسعى الى انهاء الوضع القائم حاليا. نعم، اشكرك جزيل الشكر الاستاذ محمد منصور الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه.